كان عندنا سينما، كانت موجودة بشكل رسمي وطبيعي. الناس كانت تشوفها كل يوم لأنها هي المتنفس الأول لهم، بس اختفت من 30 سنة تقريبا لأن التلفزيون ظهر وصار في كل بيت. واعتقدت الناس مع مرور الوقت أن السينما شيء غير مرغوب به. لما أتت السينما أتت على طول بدون لا قيد ولا شرط في الرياض، وكانوا الأهالي متقبلين يعني بشكل وبصدر رحب. نسمع بالسينما برا حنا أطفال، كانت تجي فيه مجلات ونتفرج على اللي هم الأبطال الأفلام. بعدها صارت سوق السينما عندنا في المربع أوائل أواخر الخمسينات وفي الستينات إلى أواخر السبعينات. كانت السينما في الرياض تقريبا في كل جزء من الرياض، في أكبر بيت يكون موجود في الحي، وتجمع الأسر الحريم والأطفال والشباب كل أبوهم طبعا أهل الحي يعني بس ويتفرجوا عليها. وكانت موجودة السينما في النوادي، التذكرة ب5 ريال ب6 ريال على حسب الفيلم اللي يعرض في السينما. والبطحة أذكرها جميع أسطح العماير اللي في البطحة فيها سينموات، نذهب نستاجر الأفلام ونستاجر المكاين ونذهب بها للبيوت ويتفرجون الأولاد والنساء. وذا أنا بعد زواجي في نفس ليلة زواجي كنت رايح أخذ السينما من العصر وحطها في البيت. لما خلصت وجيت من الزفة وكل شيء، كانت الزواجات يعني بسيطة يعني مش مثل الحين تكاليف وكذا، علشان الشباب وأخواني وأصدقائي وكانوا الموجودين عندي في المجلس في البيت سوينا لهم السينما. ما كان في فيديو هذيك الأيام، كانوا مبسوطين مع الفيلم يعني كل أصدقائي حضروا علشان يتفرجون على الفيلم والله كيفوا. ولا أخذتنا الدهشة أن يعني عادي شيء عادي. فكان أنا سني أنا ذاك 17-18 سنة يوم السينما موجودة في الرياض، وكانت أفلام عادي، أفلام مصرية أفلام أمريكية أفلام أجنبية كلهم يعرضون الأفلام هذه. وكان فيه في سينما رسمية في الشميسي قدام الآن الطواري الشميسي، كان دوار كبير ضخم فيه بركس. والله أنا ما أدري من اللي عمله، هي البلدية أو أشخاص أنا يعني ماني متأكد. فأتذكر من الأفلام المصرية اللي تعرض مثلا أبي فوق الشجرة، الأفواه وعرانب، أنا وبناتي، في فيلم سهير رمزي أنا مش حرامية، فيلم رائع حلو استعراضي وفي نفس الوقت شبه كوميدي، كلها يعني فيها ممثلين عظماء وناس يعني من الممثلين المصريين. وأما الأفلام الأجنبية اللي نتفرج عليها ونشوفها أبطال بولنزا وفرجينيا وبن كيسي والدكتور هو والرجل الخفي والغواصة الذرية، تجلب المحبة وتجلب الأخوة وتجلب الناس يتوالفون بيناتهم. وعلى قال واحد يروح لصديقه يقول يطق عليه الباب ولا قال مشان نشوف الفيلم الفلاني، تجمعهم الصدق يمرون الصديق الثاني والثالث. شوف الدول المجاورة اللي جوارنا، الدول المجاورة يعني عالم يروحوا لجه في مناسبات من عيالنا وأولادنا وبناتنا، يروحون يسافرون يناظرون السينما في ذلك برا وينفقون فلوس الدنيا هناك.
ولكن إذا صارت عندنا صار عندنا اقتصادنا وشغلنا عندنا وعيالنا عندنا وبناتنا عندنا ومحافظين ولا يصير أي شيء ولا حوادث طرق ولا مشاكل. أتمنى أشوف فيلم سعودي وإنتاج سعودي وإخراج سعودي سينمائي وفي دور سينمائية سعودية مثلنا مثل أي بلد. كان عندنا سينما. لا تنسى الاشتراك وتفعيل التنبيهات لمتابعة كل جديد.